أهلا بكم أخواني وأخواتي الأعزاء، نصلي من أجلكم، نصلي من أجل عوائلكم، إن الرب يبارككم والرب يبارك عوائلكم، آمين. في هذه الحلقة نتناول حقيقة سؤال رائع، نناقش هذا السؤال. صاحب السؤال يسأل يقول: ما فائدة أن أتخيل نفسي كأشخاص عديدين وكل منهم في مكان مختلف وكل شخص يؤدي شيء مختلف؟ ما الفائدة المرجوة من هذا التمرين؟ هذه التمارين أخواني وأخواتي الأعزاء نطبقها في بناء صور، نطبقها في علوم الميتافيزيكس وفي مجالات الإسقاط النجمي. فالسائل يريد أن يعرف ما هي الفائدة من هذا. أخواني وأخواتي، الإنسان الحقيقي ليس واحدا، الإنسان الحقيقي ليس جسم واحد، والإنسان ليس الذكر والأنثى، الإنسان الحقيقي هو الضوء، والضوء يبني بناءات. الضوء معناه عقل الله. عندما نقول أنت الضوء بمعنى أنت عقل الله، أنت تبني، تعيش أهدافك وهي متحققة، هذا نوع من أنواع البناء. أنت تبني شخصياتك وأنت تعيش هذه الشخصيات. أنت الأستاذ، أنت الفنان، أنت الملاك، أنت المفكر، أنت لست الواحد، أنت لست الواحد المادي، هذا خطأ عظيم جدا. أنت الضوء، أنت البناء الإيجابي، أنت القوة العظيمة، أنت الروح، أنت تعيش في أعماق الكون وتعيش ما بعد أعماق الكون، أنت الأبدي. أيضا هناك أشخاص يستخدمون كلمة خيال، أتخيل، وهذه الكلمة كلمة خيال لا تستخدم أو لا تطبق في علوم الميتافيزيكس. في علوم الميتافيزيكس هناك بناءات، فهذه الكلمة كلمة الخيال غير صحيحة. نستخدم، نطبق، نعيش بالبناء، لأنه عندما تقول أتخيل فأنت لا شعورياً، لا شعوريا تشعر أن هذا الذي تتخيله هو ممكن أن يكون وهم. الخيال يقترن بالوهم. في الميتافيزيكس نعيش الحقيقة المطلقة، نقول نبني بناء الروح والرجوع لحقيقتنا. فهذه التطبيقات نحن نقول نبني. نبني ماذا؟ الجواب: نبني الحياة الحقيقية، نبني الفرح والقوة والذكاء والجمال والإبداع. انظر حولك، كم إنسان يلفه الحزن والقلق والمخاوف والتوتر والضجر؟ من أين أتت هذه الانفعالات المدمرة؟ لماذا الإنسان يحزن ويقلق ويخاف ويتوتر؟ هذه الانفعالات المدمرة أتت لأن الإنسان يعيش العالم الوهمي، يعيش الجسم المادي، يؤمن بالأحاسيس الخمسة. فهذه التطبيقات، هذه البناءات هو إعلان أنك القوة الكونية،
إنك القوة الأبدية. تعيش الإرادة، تعيش الطموح، تعيش الانتصار، تعيش الفرح، تعيش الإبداع. في هذه التطبيقات أنت تتحول من الإنسان المحدود إلى الإنسان الغير محدود. الإنسان الغير المحدود ليس ذكراً وليس أنثى وليس الجسد. الإنسان الغير المحدود هو الضوء. فأنت تتحول من المحدود إلى الغير المحدود، فتكون أنت لست هكذا، تكون أنت لست الإنسان الذي يموت، وأنت لست الإنسان الذي يتمرض، وأنت لست الإنسان الذي يخاف والذي يتعب والذي يتشائم. أنت تكون الضوء، الذكاء الغير المحدود، الحب الغير المحدود. هذه حقيقتك، وفي هذه الحقيقة تستطيع تحقيق المعجزات. لا شيء يصدك، ولا شيء يوقفك، ولا شيء يخيفك. هل تعرفون أخواني وأخواتي، أغلب البشر يخافون من الظروف؟ كم من ناس قلقين على حياتهم وعلى ظروفهم؟ لماذا هذا يحدث؟ من أين أتت مشاعر الخوف والقلق؟ الجواب: لأنهم يؤمنون بأنهم جسد واحد، ويؤمنون بالموت وبالمرض. والجسد الواحد والإيمان بالموت والإيمان بالمرض وهم، ليست حقيقة. هذه الظروف هي وهم الأوهام. الله لا يعاني، الله لا يتمرض، الله لا يخاف. وكذلك الإنسان، الإنسان من الله. فالإنسان نقول قوة الله، الإنسان عقل الله، الإنسان جمال الله، الإنسان حكمة الله. تضع يدك على قلبك هنا وتقول، لاحظ، وتقول بارك قلبي، وتضع يدك على منتصف صدرك وتقول بارك قلبي. أنت تعيش بمئات القلوب، ليس قلبك فقط هنا في الجزء الأيسر من صدرك. لديك قلب هنا وقلب هنا. تعيش بمئات من الأجسام، وتعيش بمئات من الشخصيات الناجحة. تلتقي بشخصيات ناجحة، تكون أنت الشخصيات الناجحة، تكون أنت عقل الله، تكون أنت حب الله، تكون أنت الجمال، لأنك الضوء. في الضوء ليس هناك مستحيل. أنت تعريفك، أنت هو ما فوق المستحيل، أنت الحقيقة المطلقة. في الحقيقة المطلقة ليس هناك سلبية، ليس هناك مخاوف، ليس هناك قلق، ليس هناك مرض، ليس هناك موت. الحقيقة المطلقة عقل الله، الإيجابية المطلقة. أنت فيك هذه الإيجابية المطلقة، لأنك أنت في عقل الله، أنت متحد مع عقل الله. نشكركم أخواني وأخواتي على مشاهدتكم هذه الحلقة. نصلي من أجلكم أن الرب يبارككم، ونراكم في البرامج والحلقات القادمة.